السلام عليكم يا باشمهندسين. النهارده ان شاء الله هنكمل شابتر 2 في ماده نظم اتصالات 1. اخدنا الانواع الامبليتيود موديليشن، اخدنا الدبل سايد باند سب ريز كارير والدبل سايد باند ويز كارير. النهارده ان شاء الله هنشرح السنجل سايد باند. السنجل سايد باند من اسمه، انا عندي كان دبل سايد باند سواء سبريس كارير او سكارير، كان بيظهر لي عندي دبل يعني سايد وباند، فكان بيظهر لي اتنين باند، اللي هو كان عندي مين الابر سايد باند واللور سايد باند. طيب هنا انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اطلع السنجل سايد باند، يعني لا اما اطلع الابر سايد باند بس لا اما اللور سايد باند بس، حاجه من الاتنين سايد هي اللي تتبعت لي، مش الاتنين سايد يتبعتوا مع بعض. طيب عشان اعمل جنريشن للسنجل سايد باند ده عندي طريقتين. اول طريقه ان انا بختار نوع فلتر اللي هي السلكتيف فلتر ميثود، اللي هو بستخدم نوع فلتر، بس الفلتر بتاعي ده شرط ان هو يكون ايديال. تمام، انا اول حاجه عندي السيجنال اللي انا عايزه ابعتها بباندويث اللي هي البي، والسيجنال الموديليتد بعد ما عملت تعديل وعملت بالدبل سايد باند سبريز كارير او ويز كارير، فظهر عندي اتنين سايد، ادي اللور والابر. انا عايزه اطلع مين؟ لا اما الابر لا اما اللور بس، فعايزه اعمل ايه؟ هستخدم نوع فلتر. طيب الفلتر اللي انا هستخدمه ده، انواع الفلتر عندي لا اما الباند باس فلتر لا اما اللور باس فلتر لا اما الهاير باس فلتر، فاي نوع من الثلاث انواع دول. طب انا لو عايزه اطلع الابر سايد باند بس، اطلع الابر سايد باند بس، فانا هستخدم باند باس فلتر. باند باس فلتر بكت اوف فريكوانسي اللي هي الاف سي موجب وسالب، سواء عند السالب او الموجب. طب انا عايزه اقطع الابر سايد باند، فهيقطع لي الجزء ده بس، فالنوع الفلتر بتاعي هيكون شارب، انا عايزه الجزء بتاعي ده بس، اي حاجه تانية لا يشيلها لي. فعشان كده انا لو عايزه ابعت الابر سايد باند بس، فهستخدم باند باس فلتر وهطلع اللي هو رينج الترددات اللي هو الاف سي زائد البي اللي هو الفريكوانسي بتاع السيجنال. طيب انا لو عايزه اطلع اللو باس فلتر، اللو سايد باند، اللو سايد باند، فهستخدم مين؟ باند باس فلتر او لو باس فلتر، ايا كان النوع الفلتر اللي انا هستخدم. طب لو انا برضو ماشي على الباند باس فلتر، انا عايزه رينج الترددات ده اللي هو الاف سي ناقص البي، فانا هستخدم الفلتر بتاعي اللي هو الاف سي ناقص البي، الكات اوف فريكوانسي بتاعي يكون عند الفريكوانسي بتاعي الكارير. طيب انا كده عديت الرينج بتاع الترددات هو ده بس، يبقى انا كده اول حاجه خالص عشان اطلع السنجل سايد باند عايز اطلع رينج التردد اللي هو الابر سايد باند او اللور سايد باند، فاستخدمت الفلتر، بس شرط بتاعي ان الفلتر يكون ايديال، انا عايز اقطع الجزء ده بس يكون شارب، يعني من الجزء اللي هو الاف سي غايه الاف سي زائد البي، ومن الاف سي ناقص البي لحد الاف سي، ده عشان اطلع الابر سايد باند او اللور سايد باند. طيب انا هل عندي في الطبيعه او في الاجهزه بتاعتي يكون عندي فلتر بيطلع لي شارب يكون ايديال للدرجه دي ان هو يطلع لي رينج الترددات؟ لا، ده انا لما باجي اقطع طلع لي شويه ترددات كده جنبي وشويه ترددات. طب انا عايزه الفلتر، انا ده مش متاح بقى بالنسبه لي، يبقى انا مش هقدر ان انا استخدم الميثود دي، فهلجأ لميثود تانيه اللي هي الفيس شيفت ميثود. هي الفيس شيفت ميثود دي انا عايزه اعمل فيها ايه؟ هستخدم طريقه الفيس شيفت، عشان انا ما عنديش الايديال فلتر بتاعي مش ايديال، مش هقدر ان انا استخدمه، عشان كده هستخدم مين؟ الفيس شيفت. اول حاجه خالص هدخل السيجنال بتاعتي، وبعدين انا عايزه اعمل لها موديوليت، فادي انا مفروض ان انا طريقه الموديليتور بتاعي اللي انا هستخدمه كان مالتي بلاير مثلا، فالمالتي بلاير انا هياخد الام اوف تي، وادي الكارير اللي هو كوزين اوميجا سي اوف تي، هعمل لهم ايه؟ موديوليت، فضربت الاثنين دول في بعض طلع لي الاس واحد. طب فين الفيس شيفت بقى؟ الفيس شيفت ان انا هاخد الام اوف تي واعمل لها فيس شيفت بمقدار 90 درجه، وبعدين الكارير بتاعي هعمل له فيس شيفت بمقدار 90 درجه، وبعدين هدخل الاثنين على مين؟ على موديوليتور اللي هو المالتي بلاير. تمام، يبقى انا طلعت اول حاجه خالص الام اوف تي ضربتها في الكارير بتاعي اللي هو الكوزاين اوميجا سي عادي من غير اي شيفت بالموديليتور اللي هو من نوع المالتي بلاير، فطلعت مين؟ الاس واحد اوف تي.
طيب فين الفيس شيفت؟ هروح واخده الام اوف تي واعمل لها فيس شيفت مقدار 90 درجه، والكارير بتاعي اعمل له فيس شيفت مقدار 90 درجه، وبعدين اعمل له موديوليت. يبقى انا كده طلعت سيجنال اللي هي الاس 1 والسيجنال الثانيه اللي هي الاس 2. طب انا عايز اطلع سنجل سايد بان، هجمع الاثنين مع بعض. طب هنشوف ده. اول حاجه خالص عندي الاس 1 عباره عن مين؟ الاس 1 عباره عن الام اوف تي مضروبه في الكارير بتاعي، يبقى الام اوف تي مضروبه في كوزاين اوميجا سي اوف تي. طيب الاس 2، الاس 2 عباره عن الام اوف تي بس معمول لها فيز شيفت. طب لما اجي اعمل فيز شيفت بمقدار 90 درجه، الفيز شيفت بمقدار 90 درجه لو كانت كوزاين بيحولها لي لساين، فادي الاس 2 يبقى الام اوف تي بس معمول لها مين؟ شيفت. ادي الام اوف تي بس ويز فيز شيفت ب 90 درجه، تمام كده. طيب الكارير بتاعي كوزاين اوميجا سي اوف تي، انا عايز اعمل لها مين؟ فيز شيفت مقدار 90 درجه، فيطلعها لي مين؟ ساين اوميجا سي اوف تي. يبقى انا كده طلعت الاس 1 والاس 2. طيب انا عايز اطلع السنجل سايد باند، لا اما اللور بس لا اما الابر بس. طيب السنجل سايد باند سيجنال اللي هي عباره عن مجموع الاثنين مع بعض. طيب هاخد الاس 1 اوف تي، وبعدين مره هجمعها ومره هطرحها مع الاس 2 اوف تي. مره لما اجمعها يطلع لي حاجه، ولما اطرحها يطلع لي حاجه تانية. فادي الكوزاين اوميجا ام اوف تي اللي هي الام اوف تي مضروبه في الكارير بتاعي اللي هي كوزاين اوميجا سي اوف تي، وبعدين الاس 2 مره هجمعها ومره هطرحها، فادي ساين اوميجا ام في ساين اوميجا سي اوف تي. فعندي لما بيبقى كوزاين في كوزاين فكتها بتبقى عباره عن مين، والساين في الساين فكتها عباره عن مين؟ الساين في ساين عباره عن نص كوزاين الفرق ناقص كوزاين المجموع. طيب كوزاين في كوزاين نص كوزاين الفرق زائد كوزاين المجموع. طب لما اجي ابسط عندي المعادله يبقى يطلع لي في الاخر كوزاين اوميجا سي مره موجب ومره سالب اوميجا ام اوف تي، تمام كده. طيب انا لو عايز اطلع الابر سايد باند، هو الابر سايد باند عند فريكوانسي مين؟ الاف سي زائد البي اللي هي الاوميجا سي زائد الاوميجا ام. طب لو عايز اطلع اللور سايد باند يبقى الاوميجا سي ناقص الاوميجا ام، يبقى كوزاين اوميجا سي ناقص الاوميجا ام. يبقى المعادله بتاعتي من الاس 1 والاس 2 اللي هي الاثنين بند مع بعض. طب لو انا عايز اطلع الابر لوحده واللور لوحده، فهاخد مره الكوزاين، هشوف انا عندي الابر بيبقى الفريكوانسي بتاع الكارير بلس الفريكوانسي بتاع السيجنال. طيب اللور سايد باند الفريكوانسي بتاع الكارير ناقص الفريكوانسي بتاع السيجنال. يبقى انا كده عملت مين؟ جينيريشن للسنجل سايد باند جينيريشن اللي هو عن طريق الفلتر او عن طريق الفيز شيفت. لو انا هستخدم حاجه على ارض الواقع انا هستخدم مين؟ طريقه الفيز شيفت، ما بستخدمش الفلتر ده. ليه؟ قلنا عشان مشكلته ان هو انا بتطلب ان انا استخدم ايديال فلتر. بعد كده هنشوف انا لو عايزه اعمل نوع من انواع الدي موديوليتور عن طريق ان انا استخدم الفيز لوكد لوب. الفيز لوكد لوب من اسمها بعملها عن طريق لوب. طيب الفيز لوكد لوب عباره عن الدايجرام بتاعي، السيجنال بتاعتي هدخلها على اللوب فلتر، وبعدين اللوب فلتر هيبقى دخل لي الفي سي او، وبعدين اللوب بتاعتي هتفضل ان انا اضرب الدخل بتاعي مع الفريكوانسي اللي هيطلع لي من تغير الفولت، فادي لوب عماله تحصل. طب اول حاجه خالص مين الفي سي او ده؟ الفي سي او اللي هو فولتج كنترول اوسيليتور اللي هو بيغير الفريكوانسي بتاعي عن طريق تغيير الجهد. كل ما بغير الجهد بيطلع لي فريكوانسي بيتغير. فادي عندي الاكس اوف تي اللي هي مين؟ ادي الخارج من المالتي بلاير ده. المالتي بلاير اوت بوت هو عباره عن مين؟ الدخل بتاعي اللي هو الامبليتيود بتاعي اللي هو اي ساين اوميجا سي زائد الفيز شيفت اي، مضروب في مين؟ في كوزاين اوميجا سي تي زائد السيتا نود. طيب ادي الخارج بتاع الفي سي او، الاثنين هضربهم في بعض طلع لي مين؟ الاكس اوف تي. فلما اجي اضرب ساين في كوزاين يبقى عبارة عن نص الامبليتيود ساين الفرق زائد ساين المجموع.
فادي الخرج بتاعي بتاع اللي هو الاكس اوف تي. طيب هيظهر لي حاجة اسمها الفيز ايرور. الفيز ايرور اللي هي السيتا اي. السيتا اي هي عبارة عن فرق السيتا اي ناقص السيتا نود. السيتا اي اللي هي الفيز شيفت اللي السيجنال داخلة بيه، والسيتا نود اللي هي الفيز شيفت بتاع الفي سي او اللي هو الخرج بتاع الفي سي او ده. فلما اجي اطرح الاتنين من بعض هيطلع لي الفيز ايرور، قيمة الفيز ايرور بتاعتي. طيب امتى بقى الفيز لوكد لوب دي ما تكونش انلوكد، يعني امتى ما تكونش مقفوله عندي يبقى اللوب بتاعتي عماله تشتغل؟ لو الاثنين فريكوانسي دول مش قريبين لبعض. تاني حاجه لو الفريكوانسي الدخل بتاعي الانكومنج فريكوانسي بيتغير بسرعه جدا، يعني انا المفروض عندي تدخل باوميجا سي وبعدين تتغير مره تانية بفريكوانسي تاني بعده واللي بعده، فتغير الفريكوانسي ده مفروض ان هو يتغير تغير بسيط لان انا بينتج لي من الفي سي او. فانا لما يتغير بسرعه هيحصل عندي ان اللوب بتاعتي دي خلاص ما بقتش مقفوله، خلاص بقت حلقه مفتوحه. طيب انا بستخدم الفيز لوكد لوب دي بستخدمه ان انا بعمل الفريكوانسي موديوليشن، دي موديوليت اللي هي الاف ام دي موديوليتور، وبستخدمها تاني في الفريكوانسي مالتبلاير، وبستخدمها في الفريكوانسي ديفايدر. طيب ايه مميزات الفيز لوكد لوب؟ مميزات الفيز لوكد لوب اللي هي عندي عندها خاصية كبيرة للنويز اميونيتي ضد النويز، والباندويتس اللي بينتج لي بيكون نارو بيكون كبير. طيب ندخل على المسائل. عندي اول مسألة مديني اي ام سيجنال ومتمثله لي بالشكل ده، وبعدين عايز مين؟ عايز كالكوليت الفاليو بتاعه الفريكوانسي بتاعه الكارير والمودريت سيجنال، يعني عايز يطلع الاف سي والاف ام بكام. طيب اول حاجه الاكس اوف تي هي المودريت سيجنال موجوده على الشكل ده 10 زائد 2 ساين 2 باي في 8 في 10 اس 3 تي، الكوس مقفول، وبعدين كوزاين 2 باي 1.6 في 10 اس 6 تي. طيب انا عايز اطلع مين؟ عايز اطلع الفريكوانسي بتاع الكارير والفريكوانسي بتاع السيجنال. طيب انا بجيبها وانا عندي نوع الموديليشن ده من نوع ايه؟ من النوع دبل سايد باند ويز كارير. ليه ويز كارير؟ لان ظهر لي عندي فيز شيفت، ظهر لي عندي امبليتيود شيفت للسيجنال بتاعتي، ظهر لي الامبليتيود شيفت ده اللي هو مقدار 10، يبقى الفريكوانسي بتاع الكارير اللي هو الجزء ده 2 باي في 1.6 في 10 اس 6 دي الاوميجا سي. لو عايزه اطلع الاف سي يبقى هي عباره عن مين؟ ال 1.6 في 10 اس 6 هرتز. طيب الاف ام هتبقى انهي واحده؟ هتبقى السيجنال دي، فالساين السيجنال 2 باي في 10 في 8 في 10 اس 3، فالاف ام هي 8 في 10 اس 3 اللي هي 8 كيلو هرتز. تاني مطلوب عندي بيقول لي كالكوليت الفاليو بتاع الموديليشن اندكس، قيمة الموديليشن اندكس بكام؟ الموديليشن اندكس انا عارفة ان هو عبارة عن امبليتيود السيجنال على امبليتيود الكاري. طب هو امبليتيود السيجنال هنا بكام؟ امبليتيود السيجنال باتنين، وامبليتيود الكارير بعشر. انا بعمل ليه السيجنال امبليتيود شيفت بكام؟ بمقدار امبليتيود الكاري، يبقى الاتنين على العشرة، يبقى ده الموديليشن اندكس. يبقى الموديليشن اندكس قيمته بكام؟ باتنين من عشرة. تالت مطلوب عندي عايز الباند ويتس بتاع السيجنال بكام، قيمته بكام؟ الباند ويتس انا عارفه قيمه الباند ويتس اقل باند ويتس ان هو يكون باتنين الاف ام، اكبر من الاتنين الاف ام، فعلى اقصى على اقل قيمه عندي اللي هي اتنين الاف ام، ده قيمه الباند ويتس. فاتنين في الفريكوانسي بتاع السيجنال، الفريكوانسي بتاع السيجنال انا مطلعه بكام؟ 8 في 10 اس 3، يبقى 2 في 8 في 10 اس 3 ب 16 كيلو هرتز. ده كده اول مسألة عندي. طيب تاني مسألة بيقول لي ايه هي الكارير فريكوانسي بتاع الامبليتيود ويف لما اكبر فريكوانسي كومبوننت يكون ب 850 هرتز والباند ويتس بتاعي ب 50 هرتز. تمام، هو عايز ايه؟ عايز الفريكوانسي بتاع الكارير، قيمة الفريكوانسي بتاع الكارير بكام؟ طب هو ايه اللي هو مديهولي؟ مديني ان الباند ويتس ب 50 هرتز، ومديني اقصى كومبوننت فريكوانسي ب 850 هرتز. طيب هو اقصى كومبوننت فريكوانسي اللي هو مين؟ انا عندي عملت امبليتيود موديوليشن سواء بقى دبل سايد باند ويز كارير او سب ريز دي كارير، كده كده عندي الابر سايد باند هو اقصى فريكوانسي او اقصى كومبوننت للفريكوانسي 850،
يبقى الأبر سايد باند هو اللي ب 850، يبقى الاف سي زائد الاف ام بيساوي 850. طب انا عايز اجيب مين؟ انا عايز اجيب الاف سي، يبقى لازم يكون معايا الاف ام. طب هو مديني حاجة عن الاف ام؟ مديني مين؟ الباندويتس عبارة عن مين؟ مفروض ان هو اكبر من او يساوي 2 الاف ام، فهو اقل تقدير ليه هو 2 الاف ام. يبقى الباندويتس بتاعي لما بيساوي 2 الاف ام اللي هو بيساوي 50، يبقى انا طلعت الاف ام بكام؟ ب 25 هرتز، ومنه اجيب الاف سي. الاف سي هتبقى عبارة عن 850 ناقص ال 25 هرتز. ده كده تاني مسألة. تالت مسألة عندي، مديني 6 جيجا هرتز، قيمة الفريكوانسي بتاع الموديليتد سيجنال، وانا عملت موديليشن عن طريق الدبل سايد باند سابرز كاريو، والماكسيمم فريكوانسي 4 ميجا هرتز. كالكوليت المينيمم سامبلينج فريكوانسي للسيجنال بتاعتي. هو مين السامبلينج فريكوانسي ده؟ قيمة الفريكوانسي اللي انا بقدر ان انا اعمل له سامبلينج. انا باخد سامبلنج عند ده وسامبلنج عند ده، فقيمه الفريكوانسي سامبلنج ده اللي هو بيكون عشان ما يحصلش تداخل بين السيجنال دي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، فالسامبلنج فريكوانسي بيكون اكبر من او يساوي الاثنين الاف ام او الاف ماكسيمم بتاعه السيجنال. فلو عندي ده لازم يكون اكبر من او يساوي، فانا عايز اقل قيمه للسامبلنج فريكوانسي هتكون ب2 الاف ماكسيمم. طيب اول حاجه خالص، هو ايه اللي هو مديهولي؟ مديني الاف سي، مديني الموديليتد سيجنال انا عملت لها عن طريق الفريكوانسي ب6 جيجا هرتز. طيب ومديني الماكسيمم فريكوانسي ب4 ميجا هرتز. هو الماكسيمم فريكوانسي ده احنا اتفقنا اللي هو مين؟ انا عملت الدبل سايد باند سبريس دي كارير اللي هو الابر سايد باند. هو الفريكوانسي بتاع الابر سايد باند هو عباره عن مين؟ الاف سي زائد الاف ام. يبقى 6 جيجا هرتز زائد الاف ام اللي هي ال 6 جيجا اللي هي الاف سي. طب الاف ام عباره عن كام؟ 4 ميجا هرتز. يبقى الاف ماكسيمم هيبقى عباره عن 604 ميجا هرتز، تمام. وعايز اجيب السامبلنج فريكوانسي هيساوي 2 الاف ماكسيمم، يبقى 2 في 600 في 6004 ميجا هرتز، يطلع ب 12008 ميجا هرتز. طيب انا لو عايزه اعمل دي موديوليشن عن طريق، انا عايزه اعمل مقارنه بين انواع دي موديوليشن في الدبل سايد باند سبريس دي كارير او الويس كارير، فعندي حاجه اسمها الكوهيرنت كارير او النون كوهيرنت كارير. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الكوهيرنت انا بستخدمه مع الدبل سايد باند سبريس دي كارير، والنون كوهيرنت بستخدمه مع الدبل سايد باند ويس كارير. طيب هو انا عندي في الدي موديوليت في الدبل سايد باند سبريس دي كارير انا بعمله عن طريق مين؟ عن طريق ان انا باخد السيجنال الموديليتد وبضربها تاني في الكاري، وبطلع السيجنال بعد ما بعمل لها لو باس فلتر، بطلع السيجنال اللي انا واخداها من قبل كده اللي هي الاوريجينال سيجنال بتاعتي. طيب الكوهيرنت كارير اللي هو انا بكون عايزه الكارير بتاعي ده عشان اطلع السيجنال الاوريجينال اللي هي ناتجه من الموديليشن بتاع الدبل سايد باند سبريس دي كاري. يبقى انا لازم يحصل فيه ايه؟ سينكرونايزيشن من الكارير بتاعي بين مين ومين؟ بين الترانسميتر والريسيفر عشان اطلع للسيجنال الاوريجينال. يبقى لازم يحصل سينكرونايزيشن بمين؟ بالانكومينج كارير، بالكارير اللي انا ضربته فيه اصلا السيجنال اللي عشان يحصل ليها موديليت. طب النون كوهيرنت دي انا السيجنال بتاعتي هي طالعه لي بالكارير اصلا، مش انا لما بطلع الفريكوانسي عباره عن مين؟ الاف سي زائد الاف ام والاف سي ناقص الاف ام، وبطلع كمان الفريكوانسي بتاع الكارير. طيب يبقى انا لو عايز اعمل دي موديوليشن في النون كوهيرنت انا بستخدم حاجه اسمها الانفلوب ديتكتور ريكتيفاير، اللي هو بياخد الغلاف الخارجي من الدي موديوليشن من الموديليت السيجنال، فكده بطلع مين؟ بطلع السيجنال الاوريجينال بطلعها زي ما هي. يبقى ده الفرق بين الكوهيرنت والنون كوهيرنت. طيب هنشوف شويه ام سي كيو. هو ايه هي الديس ادفانتج بتاعه الدبل سايد باند سبريس دي كارير او السنجل سايد باند سبريس دي كارير سيجنال موديوليشن؟
مشكلته ان انا بيحصل عندي بيكون السيجنال عشان اقدر ان انا ارجعها عند الريسيفر بيكون صعب جدا. السبريس دي كاريان انا في مشكله ان انا اقدر ان انا ارجع السيجنال الاوريجينال تاني عند الريسيفر. ليه؟ عشان انا السيجنال بعتها من غير الكارير، فمحتاجه يحصل سينكرونايزيشن بين مين؟ بين الترانسميتر والريسيفر. محتاجه اصمم لكل ترانسميتر عند كارير شغال عند كارير مثلا بكذا، يبقى الريسيفر بتاعي اللي هيستقبله يكون عند نفس الكارير. تاني حاجه ان الكارير هاز تو بي لوكالي جنريتد ات ريسيفر، انا محتاج ان انا اولد عند كل ريسيفر الكارير اللي انا عملت له بيه الموديليشن. يبقى الاجابه هتكون الاي والبي. طيب لو الموديليشن اندكس اكبر من الواحد ايه اللي هيحصل؟ البيز باند سيجنال هتكون مش محفوظه عندي، لان مش هيبقى في الانفلوب بتاعه الاي ام موديليشن. تاني حاجه السيجنال اللي انا بقدر ان انا اعمل لها ريكفر اللي بيحصل لها بتكون ديستورد، تكون خلاص ان هي اتحطمت، وان انا بقدر ان انا اسمي الموديليشن من النوع ده بسميه بالاوفر موديليشن. اخر سؤال عندي بيجي في الامتحانات دايما، يقول لي قارني بين انواع الموديليشن الامبليتيود موديليشن. طب انا عندي انواع الامبليتيود موديليشن، عندي الدبل سايد باند والكارير، الدبل سايد باند سبريس دي كارير، والسنجل سايد باند والفيستيجال سايد باند. طب ايه الفرق بين الاربع انواع دي؟ اول حاجه الدبل سايد باند والكارير اللي احنا اخدناه انا بسميها الفول اي ام. طيب السايد باند ان انا بقدر ان انا اعمل له ترانسميت بيكون فول، يعني انا بقدر ان انا ابعت الابر سايد باند واللور سايد باند وكمان الكارير كمان معايا. طيب مميزاته ايه؟ ان هو سيمبل تو دي موديوليت. ليه؟ انا مش محتاج ان انا عند الريسيفر ان انا اولد عند كارير اللي هو اللي انا عملت له موديوليت، يعني انا مش محتاج ان انا اصمم الترانسميتر شغال بكارير كذا فيبقى اللي قدامه على طول الريسيفر اللي شغال بنفس الكارير، فبيكون سهل ان انا اعمل له دي موديوليت. طيب مشاكله ايه؟ مشاكله ان انا عندي بور باور افشنسي، يعني الباور افشنسي بتاعه الدبل سايد باند والكارير بتكون قليله جدا، بتصل قيمتها ل 33.3%. طيب من مميزات برضو الدبل سايد باند ان انا عندي الباند ويدث بيكون الى حد ما كبير، ده بيكون ضعف الباند ويدث بتاع السيجنال اللي انا بعتاه. بقدر ان انا استخدم الدبل سايد باند والكارير، بقدر ان انا استخدمه في البرودكاست اللي هو وان ترانسميت لاكتر من ريسيفر، زي اللي هو جهاز الراديو، شخص واحد بيتكلم في الاذاعه وبعدين بيوصل لاكتر من ريسيفر عندك في البيت وعندي وعند غير، ده الدبل سايد باند والكارير. طيب بعد كده مين؟ الدبل سايد باند سبريس دي كارير. الدبل سايد باند سبريس دي كارير بيكون الباور بتاعه الترانسميتر بيكون قليله زي ما قلنا المره اللي فاتت، انا ببعت مين؟ ببعت الابر سايد باند واللور سايد باند بس، الفريكوانسي بتاع الكارير ده انا ما ببعتوش فمش بيستهلك لي باور، فبيكون الباور اللي انا بستهلكها عشان ابعت السيجنال بتاعتي الموديليتد دي بيكون اقل من الدبل سايد باند ويز كارير. طيب انا عشان اعمل دي موديليت بستخدم مين؟ الكوهيرنت كارير عند الريسيفر، اللي هو بيحصل عندي ايه؟ بتزيد التعقيد بتاع التصميم الريسيفر، اللي هو انا محتاج عند كل ريسيفر يكون فيه كارير اللي انا عملت له موديليشن. طيب هو بقدر ان انا استخدمه في مين؟ بستخدمه في البوينت تو بوينت، يعني ايه؟ اللي هو وان ترانسميت ل وان ريسيفر، يعني كل ترانسميت للريسيفر، كل ترانسميت للريسيفر. بعد كده عندي في انواع الاي ام موديليشن اللي هي السنجل سايد باند. السنجل سايد باند اللي هو انا ببعت لاما الابر بس لاما اللور بس. فمن مميزات السنجل سايد باند ان الباند ويدث، الاستخدام بتاع الباند ويدث بيكون الى حد كبير بيكون كويس، الباور افشنسي بتكون كويس، الدي موديوليشن هي اللي بتكون معقده الى حد ما، انا بستخدم البي ال ال اللي هي الفيس لوكد لوب، بستخدمه في مين؟ ان انا بيحصل عندي ترانسميشن في اللونج ديستانس زي الفويس سيجنال والكوميونيكيشن اللي بيحصل في تحت الميه او غيرها. اخر نوع عندي اللي هي الفيستيجال سايد باند. الفيستيجال سايد باند هو عباره عن حاجه وسط بين السنجل سايد باند والدبل سايد باند سبريس دي كاري،
يعني انا بقدر ان انا ابعت اللور سايد باند والاستخدام بتاع الدبل سايد باند سبريس دي كاري. طيب انا بستخدم الفيستيجر سايد باند في ايه؟ لحد كبير بستخدمه في التي في، في ترانسميشن بتاع التي في بتاع التلفزيون. فلو انا عندي لو انا عايزه التي في اللي انا استخدمه الباند ويدث بتاع المودريتنج سيجنال، لو هو فالفريكوانسي بتاع المودريتنج سيجنال ب 5.5 ميجا هرتز، فانا لو هبعت باستخدام الفيستيجال سايد باند الباند ويدث اللي انا هستخدمه هحتاج 2 الاف ام اللي هي 5.5 × 2 يبقى 11 ميجا هرتز. ده كده نهاية شابتر 2. الباقي دكتور عبد المنعم شرحه معاكم، هيبقى معاكم في المحاضرات. انا كده غطيت المسائل بتاعت الشابتر كاملة. لو في اي مشكلة انا معاكم ان شاء الله.